وجود مجلس عالمي يعنى بيهتم بقضايا التي تتعلق بالمسلمين في هذه المجتمعات المسلمة، المجتمعات المسلمة في غير عالمنا الإسلامي، هذا أمر مهم جدا وضروري، لأنهم هم إما يشكلوا بالنسبة للعالم الإسلامي عاملة مدا للجسور، جسور تعاون والتواصل والتوافق، إزالة الفجوة، تصحيح الصورة النمطية التي شكلت أو التي تضاف حول الإسلام، أو أنهم هم أنفسهم يعيشون خارج المجتمعات التي هم فيها. يعني أنت تعيش في بلد وأنت لست منها، كأنك لست في البلد نفسه. فالمطلوب من هذه المجتمعات المسلمة أنها تهتم بمواطنية بواقعها، وتحاول قدر الإمكان أن تجد حلولا للمشاكل التي تعيش فيها، وأن لا تستورد مشاكلنا، وأن لا تستورد حتى حلولنا. إن دولة الإمارات تشكر لأنها هي الدولة الأولى في العالم التي اختارت وزارة، لأن الوزارات في العالم تنشأ من أجل تربية التحديات التي تدعي وزارة تحمل هذا الاسم الكريم، هذا الاسم الإسلامي أو هذا الاسم المبارك الذي فيها. إذا التسامح نريده فكرا وسلوكا، نريده انعكاسا وعملا وتجربة وتحقيقا من أجل هذا. في الآونة الأخيرة كثيرا ما نتكلم عن التسامح والتعايش السلمي، ولكن أحيانا نرى أننا نحن المسلمون لا نفهم هذه الكلمة ولا نستطيع أن نعيش بها فيما بيننا. نبدأ بأنفسنا، نبدأ بين العرب والترك، بين المسلمين كلهم باختلاف أجناسهم، باختلاف ألوانهم وباختلاف أوطانهم، نتسامح فيما بيننا. كثير من العرب يأتون الآن إلى الدول غير الإسلامية، يأتون إلى روسيا، أوروبا، إلى أمريكا، وأحيانا يندمجون في هذه المجتمعات وينسون هويتهم. هذا شيء خطأ، لابد أن نحافظ على أنفسنا، نحافظ على قيمنا، نحافظ على أخلاقنا، ونكون أسوة للآخرين. هذا شيء مهم. لنقول للعالم من هنا ومن الإمارات أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها السبق في هذا العمل الجليل، وهي أنها تقدم الشباب حتى يقدموا الحلول لمشكلاتهم التي يعيشون فيها، دون أن يتعرضوا إلى مشكلات غيرهم في بلاد غيرهم.